عرضت على سيادة الرئيس ان انا عايز اعمل طاقات اكبر شويه من 75، فكلمنا على تكاترات، قلت له عايز 4 قطارات 90 طن ونعملهم مع التعاون مع القطاع الخاص، زي ما سيادته دايما بيؤمر ان احنا نشجع القطاع الخاص مع شركه ترسانة الجنوب البحر الاحمر، دي شركه خاصه وهيعملوا لنا قطارات 90 طن كوتشات 90 طن. فسيادته قال لي تعمل 4 ليه؟ اعمل 10، محتاجهم ولا مش محتاجهم؟ قلت له بصراحه محتاجهم، قال لي اعمل 10. ودي حقيقه برضو احنا يعني فرصه ان احنا نقدم الشكر لسياده الرئيس لدعمه الكامل لقناه السويس ومتابعته اليوميه للقناه، وانه ما يتاخرش علينا في حاجه هو يشعر. يعني انا بقول 4 يعني انا بقول 4 واقدم رجل واخر رجل يعني، فقال لي لا اعمل 10. فيبقى عندنا 10 قطارات ان شاء الله على مدار سنتين يخلصوا قوه شد 90 طن. برضه التدرج في قوه شد عشان الحاجات دي بقى، انت من اول 90 طن تبدا تشتغل القطارات دي، تنفع مصاحبه وتنفع في عمليات الانقاذ للسفن الكبيره. برضه احنا من حادثه ايفر جيفن الدروس المستفاده ان احنا عايزين قطارات انقاذ تكون ذو قوه شد اكتر كمان من كده. فاتفقنا مع ترسانه اسكندريه البحريه تتبع القوات البحريه والقوات المسلحه ان نعمل قطارتين قوه شد 190 طن عشان تستخدم في عمليات الانقاذ البحري الكبيره، سواء ربنا ما يجيب حاجه وحشه في قناه السويس او لا قدر الله السويس، لكن ممكن تستخدم قناه تأجر بره او تشتغل في معاونه الانقاذ في خارج قناه السويس. ودول برضو احنا اتفقنا، يعني احنا بنتكلم على حدود 28 قطره في خلال سنتين ونص، وصل منهم لغايه دلوقتي 10. بنتكلم في ان احنا في خلال سنتين سنتين يكون ال 28 قطره كلهم مكتملين في هايكاسيس، وبالتالي يبقى نقلنا الاسطول القطارات نقله جديده خالص، او احنا عملنا اسطول ثاني موازي للاسطول الموجود بامكانيات وقدرات. زي ما بيقول سياده الرئيس لازم يكون عندك انت هيئه كبيره، ما تعتبرش نفسك هيئه مصريه بس، لا انت هيئه عالميه، لازم الحاجه اللي عندك تكون احسن حاجه واعلى قيمه واعلى قدره موجوده فيها، فده اللي احنا بنعمله.